مناسبة واحد مدى يحلك كل كلا وريقين قدومية هورية ديغان كا قرز بالي قدومية عصبة يا وحا قوب جوكا اها مسؤولين كسعودي مامل كا قبل كبنادر يا قيبها كلا دوان يا بلشدة ديغان كا قرز بالي وقورين محمد شاكا لنور حسن علي قدومية هورية ديغان كا قرز بالي كا وكا وربحي هور مردي كلا دوانا يا ديغان كو كسمي انتي وكسوقنا حفيس كا يسوي سودو يا قدومية عصبة وحواي وحقبت كي عن قبناي لبعض السنة انت عجوبني حتى عدان شيء تكنو وقت اللي رأيين هو قادني لكن وحواها إيشا مدلا وحواها وحان قبنا وين مقدان أيقو دوكومنتي أنا وحيكو حريسيين قال فلكي كو حريسيين وحواها وحان رجينا ولالكي إبراهيم علو ديغان كان نقول الشواي نيا قان واي إنو ميشي كسيو وضو وحو ناكسن ديغان كان قارسيو ديغان كان ما هو صعد وين هو دقمه هلا إن شاء الله تعالى مرلو نو هلا أنا كل رجوينا إن ليلى دانا دقمه دي وحان إن هلا قبت عد والبالا كان ماشى وحيو ما نيسه إن هذا الحيس تما أنا وين إيش قيسه أبني يكش قيسه هرمر ديغان كجارسيسه وحان الله قبته مرك عد فد مجرن عد جوكتن ويش قيني سعد عدتي من الشغاي وتمد waxaa sidoo kale halkaasii ka hadlay gudoomiyaha cusub ee deegaanka Garasbaale Ibraahin Culuu Maxamed sida gudoomiyahayga Amiir ah ula shaqeeyeen ee si ka sii badan idin u baahanahay inay ula shaqeeyaan haddaatiin bahweynta Garasbaale anaga waan dadaal doonaa hadoo Ilaahay yiraahdo xilli soona lagu jiraa waqtigu waa kulul yahay marka hadal badan leegama rabo laakiin hool badan la iga sugaa gudoomiye ku xigeenka ah howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamuud Jimcaale oo xilka u kala wareejiyay labada gudoomiye ayaa ku amaanay gudoomiye hore ee deegaanka Garasbaale hormarada dhinaca amniga iyo ganacsiga ee uu deegaanku ku tilaabsaday Mr. Gaamir wuxuu ahaa gudoomiyeheenii deegaanka Garasbaale oo asiguna runtii soo shaqeeyay wax qabad muuqdana soo gaarsiiyay deegaankan oo runtii maanta ay ka muuqato halkan lagana marqaati kacay waxaan ugu duceynaynaa Ibraahim inuu Ilaahay u fududeeyo xilka loo magacaabay إبراهيم وحكو يالا هول مغله ديغان كاني واد ديغان سو كبعيو بلاران أو رنتي مهمت غارة أوله قبل كبنادر ماشي ما أنت جوكتنا رنتي مال وناكسن واي وحن كارد جيني إذا إن شاء الله تعالى إن القصيد قاجي سو هالكاسي ديغان كا غرزبالي يدولت كا مقالة مقدشو وديار سن ديغما يا ديغان يكسو عدان هور مركلة دوان